احنا تقديرا واحتراما للمنتخب المغربي الحبيب بتأهله الى دور ال 16 كأول منتخب عربي وفوزه على اسبانيا وفوزه على المنتخب الالمان الكرواتي فاز على اسبانيا وكرواتيا وصيف كاس العالم. نعم خليه يتكلم على اسبانيا فالك جميل الله يطول لك. اليوم احنا وقفنا جميعا احتراما وتقديرا للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي هو المنتخب العربي الوحيد الذي يتأهل للدور 16 للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1986. فإذا قلنا هناك من يستحق التصفيق والاحترام والوقوف هو المنتخب المغربي. لذلك أطلب منكم جميعا لو سمحت الوقوف للمنتخب المغربي الحبيب. استهلوا الله. حضري مبروك فوز المغرب. الله يبارك فيك. مبروك لنا ومبروك للوطن العربي ومبروك طبعا لجماهير المغرب كلها. حاجة صراحة احنا نفتخر ونعتز كلنا. والفرحة اللي احنا عملناها يمكن قبل ما نبدأ الاستوديو دي حاجة. بنشكر لعبة المنتخب المغربي والجهاز الفني. هو ده أصل اللاعب العربي. دي روح اللاعب العربي اللي عنده طموح ان هو يحط بلده في مكانة كويسة. النهارده الروح يعني من تاني ماتش لعبوه مع بلجيكا كرواتيا كان ماتش يعني هقول كان كويس بس الماتش الاحسن كان ماتش بلجيكا ثم ماتش النهارده اللي هو حطهم اول المجموعه. انا واحد ما شفتش لاعب في من اللعيبه او اللعيبه اللي قاعدين بره على الدكه ما فيش حد منهم اثر خالص. كان عندهم هدف ان هم عايزين يصعدوا. هم ما كانوش بيفكروا في الاول ولا الثاني. هم اهم حاجه كانوا يصعدوا وعشان كده الاداء بتاعهم والروح بتاعتهم اللي في الملعب والترابط والغل اللي هم بيطلعوه على لاعيبه كندا النهارده حطهم منهم باول المجموعه. دلوقتي هم خلاص انا من وجهه نظري ان هم النهارده يحتفلوا ويفكروا في المهمه الاصعب اللي جايه ان شاء الله لان هو الطريق بتاعهم. لو هم بنفس الروح دي بنفس الاداء اللي حصل النهارده في الماتش بنفس الترابط ده هيحط المغرب في دور الثمانيه ان شاء الله. جمال ناصر انت ناصر اول شيء مبارك مبروك لك احنا مبارك مبارك لانفسنا اولا مبارك كامه عربيه مبارك للمغاربه خاصه. بصراحه انجاز يعني باذن الله انهم يكملونها ونشوفهم في الادوار المتقدمه بعد يعني غير الدوري ال 16. الاهم من هذا انه احنا لازم نشيد وليد الركراكي على المنظومه اللي عملها المنتخب المغرب. وفي كذا لاعب يعني في منتخب المغرب نقول مميزين سفيان مرابط نايف أكراد سايس هذول الثلاثي عاملين شغل في الجانب الخلفي. ما بنتكلم عن حكيم ما أدري عن زياش ولا بنتكلم عن حكيمي هذول لاعبين ما يحتاج احنا نشيد فيهم. لكن الثلاثي هذا اللي قاعد يبذل مجهود جبار من بداية البطولة نشكرهم على المجهود. نرجع مرة ثانية نبارك لهم وبإذن الله نشوف الأدوار المتقدمة. خالد نقول مبروك الإخوان في المغرب كانوا في المغرب أو في الخارج. خالد نقول اليوم المنتخب المغربي رفع رأسنا فوق ولله الحمد. بعد ما كنا متملين في الفرق العربية اليوم ما عندنا إلا المنتخب المغربي وحنا راهنا على المنتخب المغربي وكان على الوعد ولله الحمد. خالد صراحة يعني المنتخب المغربي وأنا يمكن قلت في حلقة سابقة المنتخب المغربي ما قبل وليد الرقراقي يختلف عن بعد وصول وليد الرقراقي للمنتخب المغربي. خالد كل شيء اللاعبين سووه في الملعب خالد إن كان من حراسة المرمى بالمدافعين في خط الوسط المهاجمين تحس أن الفريق وكأنهم يعني على قلب رجل واحد ولله الحمد.
وهذا اللي متأملين منهم أنه راح تشوف إن شاء الله منهم أكثر، لأن خالد الاستعراض مش موجود. خالد اللعب كله بزنس على ما قال، يعني يلعب كورة، وهذا اللي شفناه فعلا. احنا مستمتعين، يعني لربما البعض يقول ما في متعة، بالعكس لاعبين ممتعين، وتشوف الأداء إن كان في الدفاع خالد سفيان المرابط، خالد يعني خلينا نقول رئة الفريق وأفضل واحد يعني كمحور ارتكاز في كأس العالم، هو أنا اللي شفتهم. ومدرج اليوم مستوى عالي لأبعد الحدود، نقول لهم بيض الله وجهكم، احنا عندنا ثقة فيكم، اللي نتمنى من رب العالمين بس التوفيق خالد، إذا الله وفقهم إن شاء الله حتى ممكن يروحون لنقطة لا احنا ولا الغير توقعها. أنا عندي ثقة فيهم كبيرة بإذن الله، الله يوفقكم إن شاء الله، ونقول للمغاربة هذه البداية، وما زال ما زال بإذن الله إن شاء الله. مبروك للمنتخب المغربي، مبروك للشعب المغربي، مبروك لنحن كعرب المنتخب المغربي. المنتخب المغربي اليوم العلامة المضيئة في الكرة العربية والإفريقية بصفة عامة. المنتخب المغربي اليوم تحصل على 7 نقاط في الترشح هذا الدور 16، هذا الكل يخلي المنتخب المغربي في نتيجة كنا نفتخر بها. المنتخب المغربي حبيت نحكي على زقراقي المدرب اللي جاء في 2 للمنتخب المغربي، وتعرفوا مع خليل المدرب كيفاش كانت الوضعية، كيفاش كانت فما ضغط برشا على الملاعبية، خاصة كي نحكي على ملاعبي كيما زياشي اللي ما كانش موجود في كاس افريقيا، كان من وكان فما ضغط كبير في المغرب عليه، وكيفاش ما تمش دعوته على اتفاق ما بينه وبين المدرب. بعد ساعات الملاعب يغيب على المنتخب ونقعدوا نستناو جايين، والمنتخب كيفاش باش بنا روح باش يرجع، وبنا فكر باش يرجع، ظهر لي اعطاه اضافه كبيره، والناس اللي كانت وقت الطالب برجوع للمنتخب معناتها كانت محققه في رجوع المنتخب، وشفنا الاضافه كبيره اللي اعطاه المنتخب المغربي اليوم بالعطاء نتاعو بوجوده في الفريق. هذا كله معناتها يخلينا نفرحوا. المنتخب المغربي كاسلوب جماعي بصفه عامه معناتها يخلي المنتخب المغربي نجم يمشي بعيد ان شاء الله. معناتها نستناو في مباراه اسبانيا ياكد المباراه هذه، وشفنا المنتخب الاسباني صحيح اللي فريق ماهوش في احسن مستوياته، لكن ما عنده المنتخب المغربي من الامكانيات اللي في دور 16 ان شاء الله يزيد يتقدم لقدام وينجم يتعدى البعيد ان شاء الله. شكرا لك. وبنرجع بنقول لحظه تاريخيه اخرى عشناها في هذا المونديال، ممكن انا ما كنت بيوم من الايام اتوقع بكل صراحه اني انا اكون شاهد على تاهل منتخب عربي الى دور الثاني من كاس العالم، كنا شاهدين على هذا الشيء، وبصراحه شعور لا يوصف. يعني أنا أكون مش أن أكون عايش قصدي، أن أكون موجود كمان وعلى المدرجات، فمونديال رائع بكل ما فيه حتى الآن. خالد مبروك صدق. أول شيء مبروك للمنتخب المغربي، شرف المغرب، شرف كل البلدان العربية، تأهل مستحق ومنتظر، لأنه هذا منتخب يعني من بين أحسن إن لم يكن أحسن منتخب إفريقي في التكوين في الاستراتيجية. لكن أنا نضيف شيء، أنه محظوظ هذا المنتخب انه عنده مدرب اسمه الرقراقي، لانه لما تشوف مدرب في مباراه هو تاهل يبحث على حلول تكتيكيه للمباراه الجايه، اي معني مباراه الثمن النهائي. اليوم لو لاحظنا كل تغييراته خالد، اول مره يشرك نصيري مع حمد الله، اول مره يعني لما تشوف هذا التغيير وهو فايز 2-1 يبحث كانه يبحث على المباراه القادمه على الحلول الهجوميه، لما يكون يبحث على الهدف. تغييراته الان صارت معروفه دائما، لما يبحث على الدفاع اليامق يدخل مكان اوناحي، نصيري يخرج يدخل حمد الله، ويخرج بوفال ويدخل ابو خلال، لكن اليوم نفس الخطه التكتيكيه، نفس التغييرات الدفاعيه، لكن هجوميا يبحث على حلول المباراه القادمه، وهذا يبين على انه مدرب قوي، مدرب تكتيكيا ذكي جدا، وكذلك الان هو في خلال مباراه مهمه يبحث على حلول المباراه القادمه، ياكد انه تاهل اول مجموعته بجداره واستحقاق. واظن انه هذا المنتخب يمكن يوصل الى ابعد نقطه ممكنه من هذا المونديال، وليست بالمفاجاه نظرا للمردود الذي يقدمه الان. يعني احنا 3 فرق رشحتهم العربيه تصعد، المغرب ما رشحته، اضربها بكرك، احنا كرك انت عارف الكرك اللي يعرفون بالارض، اضربها بكرك راح تروح بس المغرب لا هذا ما يصعد، اضربها وشيول. يعني انت رشحت كل العرب الا المغرب، سبحان الله، حتى اطفر العين عنهم
احد. لا يظلون يضغطونهم، خليهم براحتهم. شوف هسه اجوا من ورا بدون ضغط، قادمونا من الخلف. اقول لك انت شايف الفره مال خالد بن الوليد؟ سامع بيها؟ شايفه لو لا في الرساله؟ ابغاك تشرح. شايفه؟ لا ابغاك تشرح. هذا خالد بن الوليد كان واقف على التل، ها؟ فقالوا له مقف على التل، تعال شوف ذولا شنو موضوعهم من ذولا. فجماعتنا كسبوا الحرب، فقال لك الغنام كلها راحت، اجاهم خالد بن الوليد من ورا، ما كانوا حاسبين الحساب. هاي يسمونها الفره. احنا هذا مثل نضربه هناك دائما موجود. احنا نقول الحمد لله ان خالد بن الوليد اسلم في النهايه. ها؟ اقول الحمد لله ان خالد بن الوليد اسلم في النهايه رضي الله عنه. اي طبعا. اقول لك يا سيف الله. سيف الله المسلول. سيف الله المسلول ذب عنه. لان الوحيد ما حط الضغط عليهم، خليت المغرب يطلعون ما حد يحسب لهم. يعني تخيل هزار خابرني قال لي مغرب، قلت له لا المغرب تطلع مو زين، انه خذ راحته. فهو خذ راحته والجماعه جو برا ما قاعد من الوليد. كلم دبروي قال له عادل ريحناهم. كورتبا قلت له ولا واحد يصل الجول اصلا، الجزاء ما يصلون. فهو راح مرتاح، ما شفته شلون ضرب المصطبر هذيك سره مسكينه مريان. قالت لك لحظه قالت لك انت، وقالت حق ماي دخلي. قالت ترى اسامي طرابلسي ثلاثتكم كانت تقول لهم المغرب راح يروح قدام. راح يروح صح قدام. قالت حاولت حتى مسكين ترجع لكم، تقول لكم يمين يسار، تشرح لكم. ادخل هسه اوكي اتصل بمريان هسه، اتصل بها قول لها بعد الحلقه ايش قلت لها انا بس المغرب اتوقع راح يصعد، لان ما عليه ضغط، ما رشحنا. يا ما تضحك والله خليه يجي. يعني هم قاعد يطلعونك ذيك اللحظه من اللعيبه المساكين. لكن في اوروبا لا، القصد من الكلام المهم الاغلبيه مبروك للمغرب. مبروك لهم. اليوم انا عجبني تغريده احد الاخوان احمد الملا طلال، كاتب لك يعني كثير من المباركات اسود الاطلس. هو قال لا شيلوا الاطلس، خلوهم اسود العرب في كاس العالم. هذا اسود العرب، ليس فقط اسود الأرض، اسود العرب. عجبتني هاي الكلمه. نعم نطلق عليهم اسود العرب. الان هم موجودين مثلون العرب في كاس العالم 22 في قطر. فريق جيد، فريق قدم مباريات كبيره، فريق اقنعنا وامتعنا. نعم ممكن احنا ما كنا نتوقع لها مجموعه خالد، للامانه مجموعه صعبه. لكن المغرب اثبت ان اقوى من بلجيكا كرواتيا كرواتيا